اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، سبحانك ربنا أنت الحميد المحمود على أقوالك وأفعالك، تنزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل من كل ليلة، وتقول لعبادك فضلا منك وكرما، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، نسألك ربنا أن تجيب دعاءنا، يا صمد أنت تصمد إليك الخلائق لقضاء حاجاتها، نسألك ربنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، سبحانك ربنا أنت الوتر الذي لا شريك لك، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، ونعوذ بك اللهم من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، سبحانك ربنا أنت الحكم وأنت الحق المبين، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا نور نور قلوبنا بالإيمان، ونور قلوبنا بالقرآن، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، يا قاهر يا قهار، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، يا حفيظ احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، يا ولي وأنت المولى، اجعلنا من أوليائك المتقين، ومن خلص عبادك المؤمنين، يا ملك يا مليك، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ونسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا رحمن ارحم أموات المسلمين، وارفع درجاتهم في عليين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، ووسع ونور عليهم قبورهم، ونجهم من النيران، وارفعهم في الجنان، يا كريم يا رب العالمين، يا رحيم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، يا خير الوارثين، نسألك ذرية طيبة صالحة، وجنبنا وإياهم عبادة من سواك، واجعلنا وإياهم من مقيم الصلاة، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا،
أحسن أحسن إلينا في جميع أمورنا، وثر ضاعف لنا الحسنات، وكفر عنا السيئات يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك ربنا من أسمائك الرفيق، فارفق علينا ولا تعاجلنا بالعقوبة وأنت الحليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا جبار أنت جابر المنكسرين، اقض الدين عن المدينين، وفرج كرب الكرب المكروبين، ونفس هم المهمومين. يا شافي اشف مرضى المسلمين، وعجل لهم بالعافية، وارفع درجاتهم على ابتلائهم يا ذا الجلال والإكرام. يا هادي لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنت الأعلى ربنا ارفع ذكرنا، وضع عنا وزرنا. يا أول يا آخر اجعل لنا لسان صدق في الأولين والآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا ذا الجلال والإكرام. يا رازق يا رزاق، يسر أرزاق وأقوات المسلمين، وبارك لهم فيها يا ذا الجلال والإكرام. نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. بكرمك وشكرك وأنت الشكور، تجازي على العمل القليل بالثواب الكثير. نسألك ربنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. يا شكور يا شاكر يا قدير، اجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولك في جميع الأحوال من الذاكرين، ولسنة نبيك من المتبعين. ربنا أنت الغني وأنت السيد، ونحن عبيدك الفقراء. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. يا غفار يا كريم، اغفر للمعتكفين وثبتهم على الدين، وارزقنا وإياهم الإخلاص، واصرف عنا وعنهم العجب بالأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابه وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. يا كبير يا عظيم يا محيط، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واصرف عنهم المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.